بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبايبنا الصيادين والطائعين الغنين. يا رب تكونوا بخير، جمعة مباركة طيبة بذكر الله. النهاردة معانا تصفيات على عيدان أطوال، مش متاح منها كميات، يعني قطعة فقط لا غير. هنبص سوا كده عليهم ونشوفهم. معانا أول واحدة بوصة 7 متر 20، صلابة 3، بوصة قفلة طويلة يعني ممكن مثلا 90 سنتي او 85 سنتي، بوصة نادرة جدا، بوصة جبرة طبعا نادر قوي لما نلاقي بوصة 7 متر 20 جبرة، بس احنا شايفين صلابة ما شاء الله. لابلوك طبعا في جراية زي ما واضح لحضراتكم، ما شاء الله بوصة كويسة جدا جدا جدا، يعني صلابتها حلوة بالنسبة لسعر الصلابات. تمام، ده شكل طقم الدبل بتاعها، دي المساكة. تمام، يعني برضو بحاول اوضح كل حاجة في البوصة، الكتابة اللي عليها 720 صلابة 3. نفتحها برضو ونشوفها بشكل اول عقلة معانا. تمام، تاني عقلة ان شاء الله كربون عالية جدا. تمام، بصوا ما شاء الله، هي قطعة واحدة بس يا جماعة اللي موجودة، قطعة واحدة بس فقط اللي موجودة، ده شغل تصفيات مفيش منه كميات. تمام تمام، هي البوصة هنا بس شوية بوهية مسيلين كده، بس هي بوصة زيرو، أنا بستخدم من قبل بوصة زيرو. تمام، بس احنا برضو مبين ايه كل حاجة بتفاصيلها لكم. تمام، ده أول بوصة معايا، دي برضو نفس البوصة، نفس البوصة الأولانية، لكن بس الفرق ان دي معلهاش اي طباعة خالص، لكن هي نفس البوصة ونفس المساكة ونفس الخامة ونفس الصلابة، واضح لحضراتكم نفس الصلابة. تمام، برضو الجراية. تمام، شكل العقل معانا، طبعا دي برضو هتقل في السعر عن التانية عشان برضو موضوع الايه الكتابة اللي على البوصة. تمام، بص ما شاء الله كربونة حلوة يا جماعة، كربونة ما شاء الله حلوة، صلبة ما شاء الله، ستان دوما جمال جدا جدا جدا، وصعب قوي تلاقي البوصة 27 بالصلابة العالية دي. معنا تالت بوصة، بوصة هي مش مكتوب عليها طول كام، تمام، لكن أنا قيستها فعلي حوالي 5 متر و80، معرفش بقى دي تبقى تحسبوها كام بقى، أنا قيستها فعلي حوالي 5 متر و80. البوصة ما شاء الله قفلتها صغيرة يعني مش كبيرة، الناس بتحب القفلات الصغيرة، طعم الدبل زي ما واضح لحضراتكم. تمام، البوصة صلبتها يعني ممكن نقول 1 أو 2، طبعا دي شغل الريمة بقى وشغل النيل، شكل العقل معانا برضو نوضحها لحضراتكم. تحت برضو قطعة واحدة بس، هي قطعة واحدة بس المتاحة، ده شغل تصفيات كده مفيش منه كميات، يعني تصفيات. تمام، شكل البوصة وشكل المساكة، كعب ان شاء الله بوصة جميلة جدا وخفيفة، خفيفة خفيفة، هتشيلها على ايدك فترة طويلة مفيش منها اي مشكلة خالص. تمام، حابب حاجة يسأل عليها ان شاء الله انا معاكم، واللي حابب يحجز حاجة برضه مفيش مشكلة، متاح شحن طبعا اي مكان في مصر، وسعر الشحن بسيطة جدا، متاح دفع عند الاستلام. حابب يشرفنا عنوان المحل كفر الشيخ الحمول غير بتيرة بجوار نقطة الشرطة، وشكرا لكم جميعا.